بكم من جديد. استعادة بشرة الطفولة وجاذبية ولمعان الشعر هو حلم لم يعد بعيد المنال، وهذه المرة فإن من يلعب دور البطولة في تحقيق هذا الحلم ليست الكريمات الصناعية المدمرة للبشرة والشعر ولا الجراحات غير مضمونة العواقب، لكن سنحصل على ذلك عن طريق ما تهديه لنا الطبيعة من وصفات طبيعية. التفاصيل مع أفياء المصري اختصاصية التغذية بالمستشفى الأهلي. أهلا بك أفياء معنا اليوم. أهلا وسهلا. أهلا بك. ماذا عن إهداءات الطبيعة لنا خاصة للشعر وللجلد؟ بالتأكيد جلد الأطفال، العودة إلى جلد الأطفال، الشعر اللامع الطويل الصحي حلم يراود الجميع، رجال ونساء. طبيعي. نعم. العناصر الغذائية الهامة لكليهما في البداية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إن الله لما خلق لنا الطعام هو ليس فقط كغريزة كحاجة، هي أيضا للمتعة والفائدة كذلك، وأيضا خلق لنا هذا الجسم بجماله وبتفاصيله وبالملامح المختلفة على اختلاف الأجناس والأشخاص. أيضا هناك اتفاق ما بين الطبيعة، ما تودين لنا الطبيعة بفضل الله عز وجل، وهذا الجسد الذي يعني وكلنا بالحفاظ عليه وبصيانته. من هنا جاءت العلاقة بين التغذية والجسم أو الجسد وحفظ هذه الملكة أو هذه الهبة من الله عز وجل. الطبيعة طبعا أكيد تحتوي العديد من الفيتامينات والمعادن. هو الإنسان خلق من التراب وخلق من المعادن الموجودة في الطين وفي التراب، كذلك الحال بالنسبة للفواكه للخضار حتى للحوم والمنتجات الحيوانية، كلها من نفس الأصل ومن نفس البداية. عندما نتحدث عن الفيتامينات أو عن مكونات الغذاء، نحن نذكر الفيتامينات، نذكر مضادات الأكسدة، نذكر الزيوت الطبيعية الموجودة في الغذاء، نذكر كذلك المعادن الأساسية الضرورية والأحماض الأمينية اللي هي مكونة للبروتينات. كل هذه عناصر ضرورية لصحة البشرة والشعر. إذا ابتدأنا بالحديث عن الفيتامينات، على رأس الفيتامينات يأتي فيتامين ألف الذي هذا خاص نتحدث في البشرة، لنقل في البشرة حاليا. بداية. نعم. تماما. فيتامين ألف من المعروف أن نقصه يؤدي إلى ظهور حبوب الشباب، ونقصه يؤدي إلى جفاف البشرة وتقشر البشرة وظهور كالقشر، القشر الأبيض أو عرفتي قشور بيضاء، قشور بيضاء على البشرة، وكذلك جفاف البشرة وزيادة إفراز الدهون في البشرة إلى جانب جفافها في نفس الوقت. يعني كيف المعادلة الدهون. فيتامين ألف مسؤول عن تنظيم إفراز الدهون في البشرة بحيث أن لا تزيد عن الحد المطلوب، فلا تحدث حبوب ولا التهابات ولا قشور زائدة، وكذلك ينظم انقسام الخلايا ويحمي الخلايا من الخارج. إذا نقص فيتامين ألف يسبب كثير من المشاكل. تماما. ويدخل في علاج كثير من مشاكل البشرة، منها حبوب الشباب، منها التجاعيد، منها الصدفية، وكذلك حتى يدخل في علاج الجروح والنتوء القديمة أو العلامات القديمة من الحروق والجروح، فيرمم البشرة ويساعدها. نعم. على إكساب. طيب هذا الفيتامين الهام جدا للبشرة. طبعا. كيف نجده في الطبيعة؟ كيف يتم تناوله؟ هل هو عن طريق، يعني بما أنه بهذه الأهمية، هل من الممكن أن نتناوله كبسولات مثلا، هو أم الأفضل أن نتناوله بكثرة بشكل طبيعي؟ تماما. تعتمد على الحالة التي نتكلم عنها. إذا كان الموضوع مجرد جفاف للبشرة بسيط وليس ولا يتعدى ذلك، فقط يعني هزال أو يعني لنقل جفاف بفعل العوامل يعني فقط جفاف وعدم الجو. نضارة. نعم. في الوجه. يمكن التناول الطبيعي المستوى المعدل الطبيعي من فيتامين ألف من خلال الطعام. متوفر بكثرة في ماذا؟ في صفار البيض، في منتجات الحليب والأجبان، كذلك في الزيوت النباتية. نعم. متواجد أيضا في الخضار والفواكه كذلك، التي يعني لونها برتقالي اللون، يعني هو متحول من الكاروتين اللي هو اللون يعطي الجزر مثل الجزر والمشمش والشمام الى اخره. نعم. فهو متوفر في الطبيعه من الناحيتين، من المصدرين الحيواني والنباتي. في حاله اذا كانت البشره مجهده وهناك مشاكل اخرى كالتهابات في لنقل طبقه دهنيه في البشره او دهون ندوب يعني بالغه التاثير او حتى حبوب الشباب
المزمنة. يستخدم الفيتامين في كريمات ويوضع ككبسولات في داخل كريمات، فهو غني جدا في كريمات. نعم. تحضر بوجود يعني هذا كريمات تحضر صيدلانية. نعم. أو بشكل يعني طبيعي من الممكن أن نشتريها أو من الممكن تصنيعها في المنزل، لأنه هو. نعم. موجود في زيت كبد الحوت وزيت كبد السمك. فمن ممكن فقط فتح الكبسولة وإضافتها إلى كريم منزلي أو بسيط يعني أو مرطب بسيط. فيؤدي كم مرة في اليوم؟ طبعا اذا كنا نعالج حاله مرضيه يجب استشاره الطبيب في ذلك، لانه زياده ايضا فيتامين الف قد تؤدي الى مشاكل اخرى. نعم. لن ندخل في نطاقها، لكن الاكثار منه قد يؤدي الى تسمم فيه، فيجب ان تكون بنسبه معينه وتحت اشراف الطبيب اذا كنا نعالج حاله مرضيه معينه. اما اذا كنا فقط للحمايه والوقايه واكساب الوجه نضارته وجماله، يعني نفضل ان يعني نقتصر على المصدر الطبيعي. نعم. هل من وصفات طبيعيه ربما استخدامها للبشره واستخدام فيتامين الف كما ذكرت الان بشكل طبيعي غير فتح كبسولات تمام. داخل بعض الكريمات؟ هو متوفر في الزيوت، اذا ذكرنا زيت اللوز وزيت جوز الهند والزيوت عموما، زيوت البذور كبذر العنب او السمسم، هو موجود في هذه الزيوت لانه هو فيتامين يذوب في الدهون، فهو متوفر في جميع هذه الزيوت. يمكن استخدامه بشكل مباشر على الجلد وترطيب الجلد وحتى على الشعر. كم مره في الاسبوع بالامكان المداومه عليها بشكل يومي اذا كان يستدعي الامر؟ اجل يعني لا يكون هناك ضرر منها اذا كان بشكل يعني يومي، لا ضرر من ذلك. هذا عن فيتامين الف. ماذا عن باقي هنالك فيتامين سي لنقول هو فيتامين جيم المتوفر، يعني معروف عنه متوفر في مواد النباتية على سبيل الحصر مثل الفواكه والحمضيات، فاكهة الكيوي أو الفراولة. هذا الفيتامين مسؤول عن تصنيع ويعني تنظيم عمل بروتين الكولاجين، وهو المسؤول المعروف الذي يعني يحفظ للبشرة شكلها وقوامها، ويحفظ اتزان البشرة وصلابتها ومنظرها. ربما الكولاجين ونفسه. والحديث عن الكولاجين أفياء ربما هو هوس كثير. أجل. من السيدات تحديدا طبيعي هذا أنا نقصه يؤدي. نعم. إلى التجاعيد وعلامات تقدم السن، هذا طبيعي. فنقص الكولاجين بفعل نقص فيتامين سي يؤدي إلى ظهور أمراض يعني علامات الشيخوخة. هل معنى ذلك أن استخدام والحرص على استخدام يعني أشياء غنية أو تناول أشياء غنية بفيتامين سي يؤخر علامات الشيخوخة؟ علامات الشيخوخة والكبر. نعم. هذا صحيح، وكذلك تحافظ على رونق وجمال البشرة وصلابتها ونضارتها. نعم. أجل، هذا بالنسبة لفيتامين سي. لنقل عن فيتامين إي الذي هو أيضا يعني كنز من كنوز الطبيعة، لأنه متوفر في كذلك في العديد من المواد النباتية وكذلك في زيوت كبد الحوت أو الأسماك كما ذكرنا. هذا الفيتامين يعتبر مضاد للأكسدة، فهو يقي من الالتهابات من مشاكل سرطانات الجلد عموما إذا وضع بشكل خارجي على البشرة، كذلك يقي من يعني مضاد يعني مقاوم للأكسدة، فهو. نعم. يحمي البشرة من أي تلف خارجي من سواء من أشعة الشمس أو من حروق. في ماذا نجده؟ موجود في البذور عموما وكذلك في الفواكه. طيب التناول هنا هو الشيء الصحيح أم عمل خلطات؟ يعني كثير من الخلطات منتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي أفياء، ربما يعني يتوه الشخص فيها. طبعا هي متنوعة كثير. نعم، كثير دول. منها، ولكن يعني المطمئن في هذه القصة أنها أشياء طبيعية، يعني تمام. إن لم تنفع فبالتأكيد لن تضر. بالتأكيد. فيتامين إي بالذات لا يوجد هناك خطر من الإكثار منه، فحتى لو يعني دومنا على استخدام مثلا مرطب أو كريم يحتوي على هذا الفيتامين لا ضرر من ذلك، فلا. نعم. يؤدي إلى مشاكل عند. نعم. الإكثار. هل كل العناصر المفيدة أو الضرورية للبشرة هي بالضرورة ضرورية للشعر والأظافر؟ هي ضرورية للبشرة، يعني معروف أن الشعر هو عبارة تربته عن بشرة البصيلة، فروة الرأس. نعم. بصيلة الشعر موجودة في فروة الرأس، فإذا لم تكن الفروة نظيفة وصحية يعني سليمة من ناحية التركيب، طبيعي أن تنتج منها بصيلة تالفة أو بصيلة ميتة أو بصيلة يعني متعرضة للكسر والتلف وهشة. حتى لونها قد يتغير وملمسها قد يتغير، سمكها قد يتغير. يعني فروة الرأس هي الأساس، وهي بشرة في النهاية، هي بشرة بطبيعة الحال. كذلك الحال بالنسبة للأظافر، إذا الأظافر المنطقة التي تنبع منها الأظافر غير سليمة وفيها نقص،
فيؤدي ذلك الى يعني تكون الاظافر يكون بشكل غير سليم. يعني ماده الاظافر هي ماده ميته، هي ماده عباره عن بروتين الكيراتين، وهو بروتين ميت يعني غير حي، ليس هناك خلايا في الاظفر نفسه، لذلك هو لا يؤلم عندما نقصه. لكن تحديدا في قصه في الاظافر أصل الاظافر هذه عباره عن خلايا تتجدد و يعني تنمو بشكل مستمر. كثير بشكل ما نسمع يومي. نصيحة استخدام زيت الزيتون والليمون للعناية بالأظافر والحفاظ عليها من التشقق أو غير ذلك، هل زيت هذا صحيح؟ الزيتون هو مرطب يحفظ الرطوبة فقط للترطيب، للترطيب وأيضا لسلامة المنطقة الأظافر والأظفر نفسه. هو خارجي يعني الأظفر لا يعني لا يمتص شيء، هو فقط يعني يعطيه شيء من الخارج، من اللمعان واللمعانية فقط. أما من الداخل أكيد هذه المنطقة تحتاج إلى تغذية وإلى يعني وصول الدم بشكل جيد مناسب. إلى هذه المنطقة. ربما الزيت يؤدي إلى زيادة ورود الدم إلى هذه المنطقة، أنت عندما تداركين أطراف أصابعك بالزيت فأنت تزيدين ورود الدم إلى هذه المنطقة، ربما هذه الطريقة التي يفيد فيها الزيت في هذه الحالة بالذات. وكذلك لدينا بالنسبة للشعر بنفس الطريقة. نعم، سنعود بالتأكيد للتعقيب إن يعني أجبنا على بعض الأسئلة الخاصة بمتابعينا على وسائل التواصل الاجتماعي، التي نذهب الآن إلى كثير من الأسئلة التي وردت إلينا من خلالها من رسائل المشاهدين، ولتكن البداية من إنستغرام. حساب عمورة يقول: أعاني من بشرة دهنية وحبوب وشعر ينبت تحت الجلد، ما العلاج؟ البشرة الدهنية، شعر تحت الجلد. هنالك قد تكون هناك مشكلة عنده في نقص، قد يكون السبب نقص في الأحماض الدهنية الأساسية. الأحماض الدهنية الأساسية ضرورية لإنتاج الدهون الطبيعية المسؤولة عن حماية الجلد وحماية الخلايا. أيضا هنالك نقص عنصر البيوتين قد يؤدي أيضا إلى خلل في إفراز هذه الدهون الأساسية، فيؤدي إلى اضطراب في إفراز هذه الدهون، قد تؤدي به إلى تجمع الدهون في أماكن محددة كفروة الرأس أو البشرة أو أماكن محددة، تجمعات للدهون بسبب انقسامه المفرط، يعني انقسام الخلايا الدهنية بشكل مفرط وإفراز الدهون بشكل مفرط، تؤدي إلى حدوث التهابات وهذا ما يؤدي بظهور الحبوب. وكذلك هذه الدهون تؤدي إلى تسكير المسامات. فعنصر البيوتين ضروري جدا لتنظيم عملية إفراز الدهون، مرتبط بنفس المشكلة التي ذكرها، ويؤدي به إلى تشعر الشعر تحت الجلد. تماما الشعر تحت الجلد، وكذا لأن البصيلة أو المسام. العلاج في هذه الحالة أفيا، بما أنه البيوتين هو يعني العنصر تحت يعني المجهر أو يعني الذي قد يكون المتهم في هذه الحالة، البيوتين موجود في الموز، موجود في الحليب، موجود في صفار البيض، لكن قد يكون سبب نقصه إلى إفراط، قد ربما الإفراط في تناول البيض النيء، لأن البياض من البيض النيء فيه بروتين يسمى الأفيدين، هذا البروتين يمسك بالبيوتين ويؤدي إلى إخراجه خارج الجسم، فيحدث نقص في البيوتين. نقص البيوتين يؤدي إلى اضطراب الخلايا الدهنية والإفرازات الدهنية، مما يؤدي إلى تسكير المسام، إلى قشور فرل في البشرة والشعر، إلى تساقط الشعر، وإلى أيضا حبوب كحبوب الشباب أو حبوب أخرى يعني متغيرة، وزيادة الالتهابات على سطح البشرة. نعم، سؤال آخر من حساب الشمالي يقول: هل هذه الطرق يمكنها تعطيل أو تأخير الشيخوخة، مع الأخذ في الاعتبار أن طبيعة الحياة والفطرة التي خلقنا الله عليها تقول بأن الشيخوخة قادمة لا محالة؟ الحديث عن العناية بالبشرة وأيضا هذه العناصر التي أشرت إليها وفكرة تأخير الشيخوخة. المعروف أن الغذاء يصل إلى كل خلية من خلايا الجسم، وهو أيضا مسؤول عن ترجمة الـ DNA أو المادة الوراثية إلى بروتينات وإلى إنزيمات وإلى خلايا جديدة وإلى وظائف متعددة. لذلك إذا دخل عنصر معين في تكوين الـ DNA أو في ترجمة أو عملية يعني ترجمة الـ DNA إلى بروتينات وإنزيمات، فبالتالي يؤدي إلى تغيير النتيجة المتحصلة من هذا الموضوع. العديد من الفيتامينات تدخل في يعني حسن ترجمة المادة الوراثية، فبالتالي إذا كان الناتج عنها سليم يعني كما يرجى وكما يتوقع من هذا الجين المعين الذي هو مسؤول عن نضارة البشرة، مسؤول عن تجدد الخلايا، مسؤول عن انقسام الخلايا، إذا كانت الترجمة سليمة بوجود هذه الفيتامينات الأساسية الضرورية
يؤدي الى تكون المنتج الطبيعي المرجو كالكولاجين مثلا او الإلاستين اللي هي مواد تساعد على مرونه البشره حتى انقسام الخلايا يكون بشكل متجدد ويعني تظهر خلايا جديده، خلايا كانها خلايا طفوله يعني هي وليده يعني جميل. خلايا حديثه فيؤدي بالتالي طبيعي الى تاخر علامات الشيخوخه وتاخر علامات الشيخوخه والتجاعيد. نعم لدينا ايضا سؤال من حساب الايادي يقول لدي تجاعيد بسيطه تحت العين، ما هو الحل؟ التعب حول العين والمنطقه السوداء قد يكون بسبب نقص ماده الزنك او الكبريت. هاتان المادتان وجودهما يشجع على نشاط الخلايا، على نشاط الدوره الدمويه، وكذلك على صنع البروتينات الضروريه لحمايه البشره. هذه المنطقه عندما لا يكون هناك يعني ورود للدم الى هذه المنطقه يحدث هناك ذبول وتكون هالات سوداء. نعم شحوب ايضا بالضبط. ماده الكبريت هي ماده يعني هي السلفر، الكبريت معروف انه مضاد للبكتيريا وكذلك مضاد للالتهابات ومضاد للاكسده، لذلك وجوده ضروري جدا لحمايه الانسجه المرنه في جميع البشره يعني في جميع الجسم. منطقه تحت العين هي منطقه حساسه جدا لاي عوامل اكسده وعوامل نقل تدمير او تخريب لهذه البشره من الخارج او من الداخل. ف يعني هذان العاملين يساعدان الى شكل كبير للحفاظ على رونق البشره والحمايه من اي ندوب او من تجاعيد قد تحدث في هذه المنطقة. نعم لدينا أيضا سؤال يعني تتم لهذا الكلام من حساب الجرابلي يقول كيف يمكن التخلص من الهالات السوداء تحت العين، هذا يعني عطفا على ما كنت تتحدثين فيه الآن. في نهاية اللقاء أشكرك أفياء المصري اختصاصية التغذية بالمستشفى الأهلي، شكرا جزيلا لك على هذه المعلومات القيمة. شكرا لكم أيضا مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة، دمتم في رعاية الله وحفظه، إلى اللقاء.